والسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بالساعة، نرجع لكم حلقة جديدة، واليوم الحين وحاليا واليوم وهكذا وإلى آخره. علومكم الحين برجع مصنع البطاريات بنسويها، حطيت أنا البمبات والأمور، لكن نقصنا شوي سامان الصراحة. مصنع البطاريات لازم ينتج لي بطاريات وايد، ما بشوي بطاريات انا الصراحة، بوايد بطاريات، وراح يكون على فكرة قريب نوعا ما من البيت. مش نوعا ما، قريب والله يكون، وهذا المطلوب حاليا، من هذا اللي ابوه اصلا. اول شي نجيب كهرب حق منو؟ حق الجماعة الطيبة، منتجين الاساسيين البترول. هاي اللي بينتجون البترول، بعدين بنجيب تناكي. هذا قلنا لكم التناكي قبل، ليش نستعمل التناكي؟ 1 2 4 خليهم مسافات شوي، عندنا مسافات. 1 2 3 4 ما اتصور محتاج اكثر، بس كم تنك عندي؟ عندي 6، خلنا نحط 2 2 خلاص. طبعا حاطين بس لنا شو اسمه، عندي زايدات مش اكثر يعني. لحظة انا معكس انهم، خلنا نسوي الحركة هاي. لحظة خلنا هاي بس نسويهم بالطريقة هاي، نسويهم بالطريقة هاي، وخلاص فكيت عمري. ونزين كالعادة بيبات نتقسم ما بين بيبات لحظة something is wrong. هي هذا اقول برايا بس. ونزين هاي اللي تقسمن مجموعة اقسام. اول قسم الغاز، والغاز ممكن اصلا كبره نسويه بس قريب، نحطيه من على اليم بين هنا. هذا الغاز، حفظت الطريقة هاي قبل أغني ولا؟ مش أول مرة نسويها. إذا كنتم متابعين للسلسلة مفروض إنكم حضرتوا تعرفونها خلاص، مش جديدة يعني، بس ممتازة. هذا منو؟ اللايت أويل. طبعا اللي بيحط بيباتو لأول مرة يحضر هاي كحلقة، بيباتو الويل لازم وايد نحاسب منهم. ليش؟ لأنهن لحظة عادي يختلطن، وعقب واحد يتبع وين مختلطات والله ترى شغلانة استوت فيها كم من مرة متلعوست، لما يتدور ودور 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 ودورته أوه. بس الحين يستوي روتين واحد يعرف له خلاص، مش خبية. هذا هني، هذا هني، وعندنا نبو هيفي اويل. ان شاء الله بيبات اللي عندي تكفي، لا ما بتكفي، بيبات اللي عندي ما بتكفي ابدا. انزل اذا ما بتكفينا نحن شو نبى؟ نحن نبى نسوي لوجيستيك سيستم هني، لان المكان قريب اصلا من البيس، وانا بحتاج لوجيستيك سيستم حق السيستم هذا اصلا.
تسويه كالتالي، تسوي هاي الحركة، هاي تسوي لوجيستيك سيستم شغال هني، اوفر هيد ثاني، اوفر هيد، وانت ناخذ لك لاين من اوفر هيد بعد، وانت تبغى كهرباء مشكلة، انت تبغى كهرباء حياك الله. انزين، في حد مفصول عن الكهرباء هني؟ هذا مفصولة كانت عنا، ما اعرف ليش كان مفصول يعني. فالحين كلهم بيجون هني اصلا، دام ان هني لوجيستيك سيستم واحد، بس اتمنى ما يشفرون وش يسوون ويتمون يجون ياخذون بطاريات مهني وهناك عندهم. بنشوف عقب، بنشوف نسوي، لازم شوي ترايل ان ايرور ولا اسمه. زين الحين نبغى الاخير، الاخير صديقنا الهوفي، هوفي ما حد سمعني صح؟ اهم شيء قولوا ما سمعته خلاص. هيفي اويل، اعمل نفسك ميت. هوفي، هوفي اويل. نسوي الهيفي اويل للتانكي، التوانكي الاخيرة. مشكلة في اخطاء الحين بنعدلها في القياس، المفروض معظم يبي النصح ومعظم صح فعلا. انزل الحين نبابيبات وصل، اوكي كهرباء موصولة، something is wrong. المفروض اصلا من الحين في انتاج، بس للسبب من الاسباب ما في انتاج. المفروض يكون في انتاج. اوكي الخط الاول هذاك تعيدونه، تعال هذا خط البترول لكم، ونبقى نوصله من جهتين. طبعا ما بسوي ادفانس، عيب اني كميات اللي استطاع، هو يغير كميات الادفانس كذا، واحد تبغى شيء ثاني. زين، وهذا طبعا بكل بساطة اي بيب من دفع اي بيب، خلاص انتهى الوضع. حبيبتون تعبون التراكم ولا ترى؟ ايوه كل شيء صح، شوفوا كل شيء صح، حلو، وايد اوكي، وايد اوكي. بل اللي بنسويه الحين هذي، نبا لايت اويل بكل بساطة بنرسلنا، بس نبدأ الهيفي اويل والزفت المدني. الهيفي اويل هو لازم نكسره لنوصل لمنول البطارية. الحين تذكر شيء ثاني، بطارية ما يبالها حديد، يب بلا حديد وبرونز، لازم اصلا اني بلا خط حديد وشو برونز. عندنا هني اثنين خط حديد وخط برونز، عندنا بنتج هني ترى لوكري، هناك بروح على الانتاج رايح فينا، مش ملحق. المفروض يكون مش كفاية اللي بعده، إذا ما كفى مصيبة. وين بيسك؟ بيسك مش هالبيسك، هذا زين. سويت لدي سلكت، زين بيسك
استوى شوي. المصنع اكبر مما انا تمنيت ترى، بس زين انه فصلنا. هذا بيروح لواحد، زين هذا الثاني، الثالث هذا نفس الحال. اذا حطه صح خلاص براي رصيته بعدين على الكيو يبتليت العادة اللي مو بالدرهانة. الرصه اللي على الكيو اللي شو اسمه موصول قريب ترى، فامورنا طيبه. اللوجستيك موصول، فهم بيهم بيبنون يعني، ما عندهم مشاكل. ما اسألك هذا، هذا هني، هذا هنا، هايل سبلتر، سبلتر سبلتر هذا بي من هني لين هني، من هني لين هني، هذا بي لين هني. هاي الشغلة القديمة ترى، ها كله حق مصنع بطاريات. ترى كل مصنع الحين يبالي مجموعة موارد أساسية لا تنتهي. الله أحس لا تنتهي بعض الأوقات يا هالموارد، مرات تذبح الواحد. طيب احنا شي أساسا غير موارد في اللعبة، كل شوي ندور موارد جديدة. انزين وين البيسك مالنا اللي هو زس؟ اوكي ابني من هني لين هني، وهم هني بحطيهم في لين واحد. صبر اراويكم، اراويكم كيف اسويها. لا ما بحط فلان واحد من هنا، خلنا نودهم نزل فوق. اختارات تخطف الحين، المدينة ضخمة بس كل هذا مفيد. زين تعال انت هنا، اوكي هذا هني، هذا بينتج لنا خلاص، هذا ينتج لنا، هذا ينتج لنا، هذا الى اخره. زين في خط بترول بعد تحت ترى ما يبدا. بعد نبى واحد اثنين ثلاثة صح، نبى اول شيء نبى شنو تنتج. البطارية يبالها شغل ترى، بس هذا ما يتغير كله نفس الشيء، كله واحدة مرة طيبة. يبالنا طلع من الغاز سلفر حلو، وعقبها إذا في سلفر معناه في شو؟ سلفرك أسد. إذا في سلفرك أسد معناه في شو؟ بطارية فقط، بكل بساطة يعني، ما في شيء، هذا كله، هاي الوضع كامل. أبى نكرره مرة مرتين ثلاث حق أول رو حلو.
اللي بعده شو بيستوي؟ اللي هو حق اللايت اويل، بنشل هذا ونسوي بالطريقة هاي. وحق الغاز دايركت بنسوي اصغر، نسوي بالطريقة هاي. كله قابل للتمديد على فكرة، يعني بنسوي اصغر شوي. بس ما عندنا اصلا كيميكال بلانت صح؟ لا اقدر اسوي 4 يبالي ستيل. زين اعرف يبالكم كهرباء، عم بيصيحني في اللعبة شي غير كهرباء اصلا. والله ما احنا مصيحين في اللعبة غير كهرباء، يمكن لاني وايد ابني. لكن بعد يعني استهلاك محبة زايد. هذه الوردة عندهم كهرباء بس ما يضر. زين الحين ابا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. شو هذا؟ بس خلينا نمد البيبان دام موجود، شوف يمكن ننقصنا بيبوت. ويت الماي بي تك 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 تك. زين صور اخبركم هذا البترول بناخذه من فوق شوي. زين كلهم مشبوكين فعادي يعني، ترى فكرة ترول بناخذه من هني. بنطلع هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا. لا نطلع هذا هني. انا مفروض اسوي شغلة قبل بعدين احول وين الصوب الثاني، قبل احول المصنع على الصوب الثاني. يعني برد اعيد نفس الشغل انا الحين، تراني ما بسوي شيء جديد على فكرة. يعني ما طلبت وايد ستيل انا، هاي المباهن شلوهم مباهن. ها بتقولوا لي شو فايدة القطار؟ لا القطار منه فايدة ما عليكم، بيضبط اموره القطار. زين هاي ليش ما عندهم كهرباء؟ خلهم يشتغلون. هل عندهم كهرباء؟ عندهم. زين عندنا تو كيميكال بلانتس بعد. زين بننتج اول، نحاول ننتج اول دفعة بطاريات ماي ستيل. ستيل وهذا اوكي المشكلة الماي موجود، حتى هذا 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 موجود. هذا مش ماي، مش على الباجل. اللي يقول اللي قال في خاطر على الباجل لا يبالي دق حرفيا. زين احتاج ماي بعد واحد ولا بعد خمسة احتياطا، ما اظن بحتاج هالكثر اصلا. بس شا
شوي موارد. خلنا نزيد البرشر والمي. زين ونبا بيب. الحين اللعبة وين؟ اللعبة كلها على منو؟ على الماي. كلهم بيحتاجون ماي. انا اظني لو اشل هاي اتصور لو اشيل هاي الحين صور خلنا نسوي هاي. اوكي هذا ما يبحت ما يبغى شيء ثاني طاف. المشكلة في اللي وين في اللي فوقه مش فيه. هذا فيه ماي مثلا. اوكي هذا يبا ماي. الموضوع قام يتشرب اكثر يا جماعة فجالس احسبها على اساس انه ماي بالعيد. وهذا يبى ماي. اوكي اوكي هذا بترول. وهذا بترول بصرة. حلو هذا شو فيه هنا؟ انا واقف ما في شيء. هذا يبي بترول. واتوصل في اللي طف. هذا مثلا توصل في هذا صح بس ما في ماي. ليش؟ لان هذا الخط مش مشبوك. شو بسوي؟ شو بيستوي؟ بيستوي عندي انا خبصة. الحين شو لازم اني بند هذا؟ هذا يبى حديد، هذا يبى حديد وبرونز. الحين اللي بيستوي انا اخبركم. بس ما اتصور بحتاج تهيش كمية الانتاج انا فوق. واذا احتجت بنزيد مو مشكلة. خلنا ندق تستوي نشوف شو موضوعه. زين نجيب هذا فوق لين تحت.
هذا هني ونحطيه على القفل. اوكي والقفل هذا يروح كم سبلتر؟ نسوي تربل سبلتر هالمرة، واحد أربع خطوط. حلو الخط بيستوي السبلت شوي. بس ها ما يبغى شيء. الخط الثاني بالعكس ما يبغى له شيء. هذا بيروح على كم مسافة هني؟ المفروض ثنتين. هاي اوكي حلو بيروح هني. هذا على سبلتر سوري هذا بيكون sort of اوكي هني هذا هنا. وهذا راح يجيب لا سوري هذا يبقى لبيب هذا شيء انتجنا هذا شيء من هذا انا وايد جلبت في خطوط صح لكننا قاعدين ننتج منه هذا نجيب هذا نجيب سبلتر زين هذا خد مني خدمة في حياتي مش طبيعية الصراحة والله شيء جهاز ممتاز جهاز ممتاز ادري يعني ان شاء الله ما يحتاج اسم اكثر حديد ولا ربع انزين بعد يكون عندنا سبلتر بس قبل شوي شوي قبل نبغى نفس التصميم هذا بالضبط بس شنو بالفرق اوت 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 هني بهذه الطريقة بينزل من تحت مو مشكلة من اي مكان ولا عكسها بس المهم يعني هم اخر شيء اوكي هذا هو الخط بالضريات المهم انتم فهمتوا الشغله يعني فهمتوا انا شو بسوي انتم عرفتوا الموضوع كله هذا نرد نعيده في المكان الحين نفس الشغله نفس الموضوع نفس العمليه بس هني باله مي والمي مره بسيطه نسوي بالطريقة هاي انزين واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة نفس الحالة واحد اثنين ثلاثة نفس الموضوع بعد اثنين ثلاث ماي
اظن باقي الشغلات ما يكونوا بنفس الصعوبة، صعوبة الماي. اوكي استوى فيهم ماي. والله قاعد يترسم ترى، ترى عندي خط انتاج اخير بعد ما سويته على فكرة، ناقصنا كم من شغلة بريئة. زين، هذا بالنسبة للخط الأول. طبعا هذا خلص بينتج على طول، ما عنده مشكلة. الموضوع مو فيه بسيط، حل ما يبغى له ترى. طلع عند من هني لين وين؟ وانت تبى هذا هني تسوي هذا، مش هذا، تبى هذا هني تبى تطلع هذا هني، تبى تطلع هذا هني. شو ناقصنا بغاز؟ نقصنها مبوية طويلة، وصل لهم بس كلهم شغالين ولا نص نص؟ شغالين، حلو ممتاز. هي هتطلع بطارية، يو ليش ما عنده ماي؟ هذا نسيناه في الحسبة مسكين. اوكي مو مشكلة، حتى لو ما تستويها خليك تستوي غصب، شو تبى احسن اصلا قصب الثاني. زين، هذا الخط الاول. الخط الثاني تعال انا اسوي هاي المسطوح، وين صاروا؟ ولا قاعد اسويهم الصبح بتعب ما احصلهم. هني شوي ابسط اعتبار ان هذا غاز، نوعا ما ابسط. اللي بسويه هنا شوية غير، شو بسوي؟ كان الله غفورا رحيما، موصلين التانكي دايركت. وعندكم واحد ثلاث، هذا هني اشتغل، نبى هذا هني نجي، وهذا هنا
انزين يبغى لنا شيء ثاني بعد انتاج يبغى له حديد بعد في خط لازم يروح هناك في مصر زين ابو دي درب ثاني شل يكون هالطريق كواي الطريقة سبلتر زين وانت بعيد عن العالم رجاك من هنا زين هنا بنحط الاكسبلتر بعد واحد هنا واحد حق هناك خاطر الانتاج الاخير بس لو كلهم ما ينتجون ترى شوي مصيبه ما راح يكون منه فعال لانه بيوقف بعد فتره الانتاج اوكي سبلتر يعني يعني نبقى اندر جراوند مش هنا مو مشكلتنا هي مشكلتنا وين هل قاعد يحصلون انتاج قاعد ينتجون ولا مش كما نعرف لين هذا يبدأ ينتج هذا يبدأ ينتج الحين بنعرف هذا كان في مباراة انتاج هذا انتاج هني نشوف هاي مش محصل ماي يب اوكي وصلنا انتاج بطاريات في ثلاثة اماكن صح الحين الخط الاول وين بينزل ينزل عنا هني وين بحطيه الجماعة اللي هنا حط الانتاج الثاني ولا طلعهم الاثنين فوق الحين خط الانتاج الثالث مالنا بيكون وين بنزلهم تحت كلهم هني بنشيهم على الخط اللي هناك بس شو بسوي بغير الصناديق اتصور بعدين على اساس
ناس صناديق شو يمكن يجون من آخر الدنيا شو يسوون أذكياء يتفلسفون يبون يشلون مهني بطاريات ومش أوكي أبدا مش فعال بيكون الهدف إن قطار يبدأ داخل خادع أساس إن الصناعات اللي داخل هي اللي تقعد تستهلك الموضوع هذا مش الروبوتات يلو توسيب انت بس ما اتصور بك ان كمية البطاريات اللي تخيلها انا بس قابل للزيادة ليش لا نعم انه قابل للزيادة هذا موقع نهني هذا انا بتحت حبة هذا انا هني ما ابغى ابغى somewhere around here خليه تشوف اموره مشكلته زين why need 1 2 3 خلا انا ليش سويت الخطوط الثلاثة طوال عسب اعطي لكل خط نفس ينتج فاخلهم ينتجون بتقولون ليش خط هنا يمكن بعدين اغير المكان اذا اوصل هني زين اذا اوصل هني زين شو بيكون سوى انجاز ما اتصور بيوصل طار مالي وينه اهو ما عندي مكان يقول مش راي مهد من يدي تعال تعال بتر الان خلنا نشوف كيف توقف تعال البتر الان تعال الصوب الثاني اظني ما له داعي حتى سوري الحمد لله اي نسيت شي هنا لا 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 ما اتفقنا المفروض اللي تسلم الاختار انتقل لاخر او اللي تحت الاختار انتقل لاخر اختار توماتيك يا اخي ما يصير الكلام الصراحة اوكي ليش كل شيء عشان تطيفوا لنا زين ايش كثر بتاري قاعد توصلنا مش الكمية اللي انا ابغاها الصراحة ابدا مش الكمية اللي انا ابغاها كمية زعل nothing تعال ها ونزلتو تعال تجي بطاريات تسوي كلها بترول مش كذا يستعملونه هنشوف يوم ببركان هناك الوضع اوكي ولا مش اوكي بالنسبة للبطاريات والوضع عادي ترى بيكون على فكرة يعني بس بالنسبة لل خلني ابدلهم في ايرون تشست ما بحد يضرب خط ما
في حد قاعد يضرب خطوط يشيل منها صناديق تفلسف. اصلا هذا بكبر الخط هذا اللي على اليسار بشله رقم واحد. اذا احتجت رومر ده هذا كوبي بيست شي باله. اوكي كوبي بيست كلبه. هالصناديق هاي هيل حرام يكون هاي يقول نقوم الفلسفة من اخر الدنيا. ليش روبوتات يعني؟ واخذها الطريقة هاي افضل افضل بمراحل. بتينا كميات بطاريات بس مش الكميات اللي للقطار هذا. بس القطار بحد ذاته كان ممتع يعني. فانت يا قطاري مسير توقف ما بحتاجك maybe every not even 60 seconds waiting battery line 1 minute here في الهوم تريالك 3 دقائق وارجع 60 ثانية هنا 3 دقائق هناك. هذا يكفي عشان ما يقعد يشفط انتاجنا هني. حسي يتمع شوي يعني مع انه ما بيتمع صعب يعني ولا يتم. هو في طريقة ثانية لو اخلي حق كل لاين سبلتر بس ما تفيد. مش انه ما تفيد يعني حرام. خلوا الطريقة خلوا يروح ما بعشي يوقفني يعني. صراحة تقريبا سويتهم وخبصتهم بس اوكي. المهم جمعناهم في خط واحد. بس لا انتاج زين ترى. انتاج مش سيء على فكرة يعني ابدا. ابدا مش سيء. البطاريات نقدر نشوفها حتى بطاريات باتري بالعربي قاعد اكتب. اوكي ما اقدر اشوفها هني. اوكي جستك نتورك سوري بي البتري استهلاكنا لعسى خليت بتر رقم شوية ونور. كم ننتج بطارياتنا حاليا؟ ننتج 2200 بس انتاجنا وينه؟ باتري وينه؟ ممكن ضيعنا ترى قدامي ما اشوفه. اللي هو مو فيج قاعد ادور عليه. شوف ترى هناك ترى دقايق كم يتجمع هني. بعد ما نبغى اكثر من 2 ستوكس في كل صندوق بس ده بس يعني نبي يوقف دقيقة مو بيوقف وايد. لو وقف الدقيقة هاي بيعبي اكثر حتى مش 2 ستوكس لان بطاريات
بخلي ون ستوك هيك 200 200 200 200 200 200 بتشوف كيف. ثلاث دقائق بمديهم يلعبون شوي. هو حرام صراحة اختار في البطاريات هاي بس يلا. هذي لهم. وهذو يا اصدقائي مصنع البطاريات. فمطول عليكم اكثر شفتوا مصنع البطاريات. بس ممكن نكبره. والله ممكن ترى. محتاج ان البترول جامد ترى. على فكرة يعني. جدا جامد يعني بكل بساطة كل روم يسوي شو روم يشل هايل بكل بساطة شي حطي خط ثاني وصل هذا في الماي وصل هذا في التانكي دايركت في ماي في كل شيء في هذا جاهز اللي محتاجه واحد من هذا والثاني موصل جاهز نحتاج واحد من هذا وخط نحتاج هني بس لأن المكان بروح ترى على فكرة تكبير المكان سهل مش صعب ترى يعني ببساطة واحد يكبر المكان مش قضية هذا هنا شو بينقصه هذا واصل لكل شيء تصور إذا هذا حسب الكهرباء بيكون واصل لكل شيء وبينتج يبغى له ماي اوكي هذا اوريدي شكله وصل لماي ولا لا اشيله من هني شلها نحطيه هني وخلاص هاي في ماي في ماي في واحد زيادة قام ينتج بطاريات ممكن زيادة الانتاج ممكن هني وايدة يعني مش شوي لان انا شفت الغاز اكثر عنهم في التناكي وهذا شوي اكثر عن البترول فالروم نوزع توزيع حلو يعني توزيع طيبة ممكن توسيع ممكن هذا خلينا مسافات حلوة بعد يعني شوفوا كل واحد في صف صفين زيادة هالصوب واحد هالصوب واحد بيبات الماء تتعدل هنا روم ازيد بعد على البطاريات ويا شلة شكله يا شل البولي توهم يا شلهم نشوف ايه يا شلهم في بطاريات عندنا الحين استوى المهم صار عندنا بطاريات شو عندنا بطاريات كمية طيبة يعني نقل صوب هم في اللوجستيك تشين يعني اللي يحتاج بطارية الحين بيبيش الحق من البطارية كيفهم هذا التوزيع المهم هذا بالنسبة لمصنع البطاريات نشوفكم في حلقة خادمة ان شاء الله على خير يمكن نسوي شبكة الخطارات على ابو فوق بلاستيك ابو وايد ونشوفكم في حلقة خادمة باذن الله.